أهلا أهلا أهلا، ازيك يا زينة؟ ازيك؟ ايه الأخبار؟ كويس. تمام؟ اتفضلي تقعدي هنا؟ اقعدي اقعدي كده، عايزك تقعدي كده وتاخدي راحتك في القعدة، كأنك في البيت بالظبط. ماشي؟ تحبي ترجعي ورا شوية؟ تقعدي كده. ها؟ يا سلام، عندكو كنبة اللون ده في البيت؟ أمال الكنبة عندكو لونها إيه؟ مارون. مارون؟ ده اللي هو لون إيه؟ بن المارون اللي هو بيبقى بني؟ أصلا بس الحتة دي حمرت. إيه دي؟ حتة في البتاع؟ ريتش. معلش هنشوفها دلوقتي، بس أنا عايز أفرجك على حاجة يا رب تعجبك يا زينة. ماشي؟ أنا بحب الكرتون. طيب هنتفرج على حاجة أحلى من الكرتون. أوكي؟ تيجي نتفرج؟ تعالي. زينة. أيوة. زينة وبابا وماما. إيه ده؟ زينة صغيرة. زينة صغيرة. أنا اتفرجت أولا في المستشفى. أنت لسه مولودة. بصي. الله. فاكر لما كنت عند مدام عبلة؟ عند مدام عبلة؟ أنا كنت فاكرة. مدام عبلة مين؟ اللي كنت في مدرسة صغيرة. دلوقتي بقيت في الأجازة الكبيرة. أنت دلوقتي في الأجازة الكبيرة؟ والأجازة الكبيرة قربت تخلص؟ لسه كتير أوي. كتير أوي. أنا قربت تخلص. طب عملتي إيه في الأجازة؟ لما تخلص هروح الكلاس الكبيرة، ومش هروح الكلاس بتاع الصغيرين؟ لا مش هروح مش هروح ام اس كات، هروح في كلاس كبير بقى سي بي. في ناس كبار؟ سي بي اي. سي بي اي اكبر منك ولا اكبر منك شوية؟ لا هبقى كبيرة بقى. هتبقي كبيرة. طب وهروح في سي بي اي. سي بي اي. طب لما تبقي كبيرة قد مامي كده يا زينة، هتحبي تعملي ايه؟ هو ايه اللي يعني ده؟ ده ممكن تقولي له هاي، ده عشان بيشفط الدبان اللي في المكان، يمشي كده يشفط المكان الدبان اللي في البيت بتاعي ده، عشان بيجيلي دبان من فوق كده وبنقعد بقى نهش ونش فبيشفط الدبان. مالك؟ ما قلتليش لما تبقي كبيرة كده قد ماما تحبي تعملي ايه؟ لما اكبر عايزة ابقى مدرسة. مدرسة؟ مدرسة اطفال؟ ليه؟ لا مش هطلع مدرسة، هطلع ميكانيكي. ايه؟ ميكانيكي. هتطلعي ميكانيكي؟ ليه؟ عشان اصلح العربيات. وانت ايه اللي مضايقك في موضوع العربيات؟ مرة العربية عطلت بيكو او حاجة؟ أنا أصلا قبل كده لما كنت في ماربيلا صلحت العربية بتاعت بابي عشان كانت بتتنفخ. عربية بابي بتتنفخ؟ صلحتها عشان بتتنفخ عشان بصلحها عشان هي كانت مش مصلحة. اوكي، انت اللي صلحتيها. بابي كان بيساعدك ولا واقف يتفرج عليكي؟ يساعدني. كان بيساعدك اكيد. ومامي كانت فين؟ في البيت. يعني انت عايز بس تطلعي ميكانيكي عشان تصلحي عربية بابي ولا عشان تصلحي كل العربيات؟ كل العربيات مع بابي. مع بابي بس يعني؟ ولما تكبري وتشتغلي ميكانيكي وتاخدي فلوس هتاخديها من بابي بس، مش هتفتحي ورشة يعني؟ انا اصلا باخدها من بابي في عربية بابي، وادي لعمو الفلوس والجنيه. تديله جنيه؟ انت كنت عايزة كرتون صح؟
تيجي نشوف كده لما نقلب القناة كده نشوف جايز نلاقي كرتون. عارفة الكرتون ده؟ وانا صغيرة كنت بحبه. كنت بتحبي ده؟ ودلوقتي ما بتحبهوش؟ دلوقتي ما بتحبهوش؟ لا برضه بحبه. ها ده بيعمل ايه الفار ده اصلا؟ ده فار في المطبخ صح؟ بيعمل ايه الفار ده؟ ها؟ حبسوه. ليه حبسوه؟ ما اعرفش. عشان في المطبخ. انت ما طلعش عندكم فار قبل كده في البيت؟ لا ما طلعش. طب انت بتخافي من ايه يا زين؟ مفيش حاجه خالص. مفيش حاجه في الدنيا دي كلها بتخوفك؟ ها؟ مفيش حاجه بتخوف، لكن الديب هو اللي بيخوف. الديب بيخوفك؟ اه. ليه؟ عشان الديب اكبر مني وممكن يخوف. طب ما هو الاسد اكبر منك وممكن يخوف. لا انا مش بخاف من الاسد. طب مع انه اكبر من الديب وبرضه عنده سنان ويعني برضه متوحش، ليه خايفه من الديب ومش خايفه من الاسد؟ بس لو طب انا بخاف من الديب، بس لو طبطبنا على الاسد مش هيعمل، لو قربنا من الاسد وطبطبنا عليه بسرعة مش هيعمل لنا حاجة. ده مين بقى اللي فهمك الكلام ده؟ بابي هو اللي قالك كده؟ اه. طيب أول ما تشوفه أسد خليه طبطب عليه هو الأول، ماشي؟ يعني يا بابي لا روح أنت الأول طبطب عليه، ولما ألاقيك طبطبت هبقى أروح أنا طبطب، ماشي؟ ماشي.